المغرب من بين اهم الاسئله اللي كنا تنطرحوا يعني اثناء الزياره ديالنا في شهر 5 لهذه المختبرات. السؤال الاول اللي تيتبادر للذهن ديالنا اللي تنبسطوه كنواب الامه هو هل نتوفر على بنيه تحتيه وامكانيات لتصنيع اللقاح بالمغرب، لقاح كوفيد ولقاحات اخرى، لان حقيقه يعني كاين خصص كبير في اللقاحات خصوصا لقاحات الاطفال. كان الجواب بان كل المختبرات الوطنيه هي راه الاشاره بانها تطور البنيه التحتيه. هناك مجموعه نتاع المختبرات عينها تتوفر على وحدات معقمه الخاصه بتصنيع اللقاح بجوده عاليه بمعايير دوليه كبيره، وهما راه الاشاره بانهم ينخرطوا في هذا المشروع الملكي. بنية تحتية حقيقة مهمة، راه ما بقيناش تنهضروا على صناعة الأدوية اللي كانت في الخمسينات، ولا راه معامل يعني بمواصفات كبيرة ودولية ومعايير دولية، لأنهم تيصدروا لأفريقيا، تيصدروا لشرق آسيا، تيصدروا لمجموعة نتاع الدول، فهم ملزمون وتتكون عندهم تفتيشيات نتاع لي بيك فارما، يعني المختبرات الكبيرة اللي تتكون صارمة معهم في المعايير نتاع البنية التحتية ديالهم ولا التصنيع ولا الجوده نتاع الادويه، باش تعطي لهم التراخيص للتسويق خارج المغرب. حقيقه يعني من بعد هذه المهمه الاستطلاعيه، هذا التقرير اعطى مجموعه نتاع التوصيات اللي مهمه جدا، اللي اصبح من الضروري التفعيل ديالها. وكان جواب السيد الوزير اثناء التقديم ديالو بانها قال لك كل هاد التوصيات اللي وقفت عليها المهمه الاستطلاعيه هي توصيات مهمه جدا، ومن الشان ديالها غتجود المنظومه نتاع الدواء بالمغرب، وهما راه الاشارات يشتغلوا في نفس التوجه. يعني هاد التوصيات اللي قدمنا لهم هي اللي هما غيخدموا عليها باش يجودوا هاد القطاع الادويه. التوصيه الاولى اللي مهمه اللي باش يعني نقطعوا مع كل ما هذا القيل والقال، عدم الشفافيه، يعني كل ما يروج، هي وكاله وطنيه للادويه والمنتجات الصحيه، اصبح غير من مقبول اليوم. وحنا صاحبنا مجموعه نتاع المختبرات صاحبو صاحب الجلاله في الورش نتاع جنوب، يعني السياسه نتاع افريقيا، وداروا وحدات صناعيه كبيره تما، اصبح غير المعقول باننا ما نتفرج على وكاله ديالنا، وخصوصا اننا مقبلين على وكاله افريقيا للدواء، راه ما يمكنناش نكونوا غائبين، وحنا تنعطوا اليد الكبيره للقاره الافريقيه. التوصيه الثانيه هو التفضيل وتشجيع الصناعه الوطنيه، لان كورونا عطتنا الدروس، يجب دعم كل ما هو محلي. التوصيه الثالثه هو تشجيع الدواء الجنيس. حنا مقبلين كما قلت على ورش ملكي كبير نتاع التغطيه الصحيه، وما يمكن هذا الورش ينجح الا بتشجيع الدواء الجنيس. تبسيط المساطر، الترسانة القانونية يجب تجويدها ويجب التدقيق فيها، وهذا هو اللي تنطلبوا، بأن الحكومة يعني منين تجيب شي مشروع قانون ولا المشاريع القوانين ضروري بأنها تصاحبها بواحد دراسة الأثر، هذا تيجنبنا وتيمكننا بأننا نخرجوا يعني قوانين جيدة قابلة للتطبيق وواقعية. ما تنشرعوش قانون وتبقى يعني محطوط على الرفوف. إرساء سياسة دوائية فاعلة وناجحة، الأساس فيها هو تمكين المواطن المغربي من الولوج إلى الدواء بجودة عالية وثمن بسيط. إشراك كل الفاعلين، يجب إرجاع دابا منسوب الثقة ترتفع ما بين المواطن والحكومة، يجب رفع هذا المنسوب وإشراك كل المتداخلين والتحاور معهم، لا في مشاريعهم لا في لي بروسيدور في المساطر القانونية، باش نردوا ديك الثقة لا للمستثمرين لا للمواطن في الحكومة. تعزيز وتحفيز الموارد البشريه، الاكيد وهذا مطلب اللي كنا تنطلبوا به دائما، راه ما يمكنناش نهضوا بشي قطاع خصوصا قطاع الصحه بدون موارد بشريه مستقره ومحفزه.
كفى. لحقاش منين مشينا عند المديريه ديال الادويه الاطر العلماء اللي كاينين تما راه كون نقول لك الصالير ديالهم غيبقى فيكم الحال. راه ما يمكنش باننا حنا اليوم بغينا واحد مغرب اخر وما تكونش الاطر ديالنا محفزه. الاسراع باخراج ديك الوظيفه العموميه الخاصه بالصحه.